بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وأفاض عليه خزائن العلوم فأكمله، ثم أرسل سترا من رحمته وأسبله، ثم أمده بلسان يترجم عما حواه القلب وعقله، ويكشف عنه ستره الذي أرسله، وأطلق بالحق مقوله، وأفصح بالشكر ما أولاه وخوله من علم حصله. صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن حفظها الله ورعاها، إنه ليسعدني ويشرفني أن أنحني وهذا الحفل احتراماً وإجلالاً وتشريفاً وحباً وامتناناً لرعايتكم لهذا المؤتمر العالمي، والذي ينظم من قبل لجنة المهندسات لتطوير ورعاية ريادة الأعمال ومد جسور التعاون في هذا المجال، ليكون مؤتمراً نوعياً في عنوانه ومضمونه وحجم المشاركات العلمية فيه. ورعايتك تعتبر إثراءً وتواصلًا للمؤتمرات السابقة الناجحة التي عقدت في هذا المجال. لك يا سمو الأميرة بصماتك الماسية في عالم الهندسة والمهندسين في هذا الوطن، وطن الهاشميين الأشاوس، وما وجود كلية للتكنولوجيا موشحة باسمك إلا شاهداً على مقدار الدعم الموصول والجهود الرائعة التي تبذلينها للارتقاء بعلم الهندسة، هذا العلم الذي يرتقي بالأمم إلى القمم، فلك كل الحب والتقدير. سعادة النقيب، أيها الحضور الكريم، لنا في الماضي تاريخ مشرف على مدى عقود مضت، ولا يخفى على أحد ما وصلت إليه المهندسة الأردنية بدعم موصول ومؤازرة فريدة من نقابتكم، حيث دخلت سوق العمل واحتلت المراكز القيادية، أشرفت، صممت ورسمت، ساهمت في البناء والإعمار والتشاركية من أجل رفعة هذا الوطن ومن أجل أجيالنا وأوطاننا. ولنستمع لدواء الصدور وشفاء القلوب كلمات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا السيد أحمد رشاد. دأبت المهندسة الأردنية على تطوير الذات والمحاولة والتجربة، ونجحت في كل ما سبق. أما اليوم فإنها تشعر بأن على عاتقها أكثر من ذلك، أصبح لزاماً عليها أن تطرق أبواباً جديدة ورائدة، أبواب الأعمال الحرة وريادة الأعمال، وستنجح بإذن الله، كيف لا وهي صاحبة الفكر الثاقب والبصر والبصيرة، التي تخرج صباحاً لتقوم بما يوكل إليها من أعمال، لتعود بعد ساعات طوال لتحنو على عائلتها وأطفالها بجدها واجتهادها، متفانية وناكرة لذاتها. وما تنظيم هذا المؤتمر والحرص على إنجاحه إلا دلالة واضحة على الجهد الموصول والقدرة الفائقة على إنجاز العمل. ولنا بسمو الأميرة أسوة حسنة، فهي الرائدة الأولى ونحن من خلفها، مع رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، رئيس لجنة المهندسات المهندسة جمال المفلح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن حفظها الله، سعادة نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد طباع المحترم، سعادة السيد سامي سميرات شركة أورنج المحترم، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الزملاء والزميلات، الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم تحية العمل والإيمان، فالمؤمن دوما يجمع بين الإيمان والعمل،
فكلاهما متمم ومكمل للآخر، فتلك هي سنة الله في خلقه. فلقد كرم الله الإنسان وأعطاه نعمة العقل ليفكر ويتدبر فيعمل ويبدع. سمو الأميرة، الحضور الكرام، إنه لمن دواعي الاعتزاز أن أرحب بكم اليوم باسمي وباسم لجنة المهندسات الأردنيات في يوم المهندسة الأردنية، مستبشرين بالخير المأمول من هذا المؤتمر العلمي المتخصص، مؤتمر المهندسات لريادة الأعمال بعنوان دور ريادة الأعمال في التنمية المستدامة. حرصاً من نقابة المهندسين الأردنيين كمؤسسة وطنية على إيجاد شراكات تعمل على رفع الوعي حول قضايا التنمية المستدامة في الأردن وبين حقول التكنولوجيا، قادة الفكر، الرواد الاجتماعيين وصناع القرار، من أجل المساهمة في صنع التغيير على أرض الواقع على الرغم من التحولات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة. ونظراً للركود الاقتصادي العالمي، فإن الاهتمام بالتنمية المستدامة هو الخيار الاستراتيجي لبلدنا، هو الخيار الاستراتيجي لبلدنا في ظل تزايد الطلب ومحدودية الموارد، لجعل الأردن منصة إقليمية للتنمية المواجهة بالمجتمعات المحلية والاستثمارات المستدامة. وعلى ضوء التسارع في زيادة أعداد المهندسين، لا سيما المهندسات، وإننا نعلم أن النساء في وطننا يتلقين أكثر من 60% من مجمل الموارد التعليمية، فإن من الأهمية بمكان الاستثمار في جذبهن لسوق العمل، حيث تؤكد الدراسات العالمية وجود ترابط إيجابي بين مشاركة النساء في صفوف صناع القرار وبين أداء الهيكليات والأعمال. فمشاركة المهندسة في سوق العمل وقيامها بتأسيس شركات خاصة أمر بالغ الأهمية، ليس لتحقيق المساواة وحسب، بل للتنمية الوطنية المستدامة. من هنا جاءت فكرة المؤتمر في أذهان لجنة المهندسات الأردنيات، فالاستثمار الأكبر يتعين أن يكون في الطاقات البشرية، لأن استغلالها سيضمن استدامة المنافع الاجتماعية والاقتصادية. ومن المفترض أن يساهم هذا المؤتمر في توثيق أواصر التعاون بين الهيئات والجهات الداعمة لريادة الأعمال، رفض الجهود الوطنية بالنهوض بمستوى مشاركة المهندسة في العملية التنموية، والعمل على تبني آليات تنظيمية وتشريعية وبيئة محفزة للعمل. وإننا نسعى أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة حقيقية لاستراتيجية تتبناها نقابة المهندسين بإنشاء شراكات واتفاقيات والتشبيك مع المؤسسات لإعداد جيل من الرياديين والكفاءات المهنية، وتوفير فرص عمل من خلال إنشاء شركات جديدة ذات أفكار خلاقة قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، وتساهم في تنمية عجلة الاقتصاد الوطني. الزملاء والزميلات، الحضور الكريم، إننا في لجنة المهندسات نشكر لصاحبة السمو الأميرة سمية بنت الحسن حفظها الله ورعاها رعايتها الكريمة لهذا المؤتمر ودعمها المستمر للمرأة وللمهندسة بشكل خاص، ونجدد الترحيب بضيوفنا محاضرينا ومفكرينا، وكلنا أمل بأن نخرج برؤى وتوصيات تساهم بحشد جهود المخلصة الدؤوبة في هذه المرحلة الهامة من عمر أردننا الغالي. ونسجل عظيم شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في دعم هذا المؤتمر مادياً معنوياً وفنياً، فلولا تكاتف جهود أعضاء اللجنة والأمانة العامة وإدارة العلاقات الدولية وتطوير الأعمال ودعم سعادة النقيب ومجلس النقابة المستمر لما تحولت الفكرة إلى واقع ملموس بانعقاد هذا المؤتمر. شكرا لكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات
تأسست IE Business School عام 1973 في مدريد إسبانيا، وتعد واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي الرائدة في العالم، والتي أصبحت في عام 2009 جزء من IE University، وقد صنفت من قبل الصحف الأوروبية في عام 2012 و2013 في إدارة الأعمال، تمنح درجة الماجستير في إدارة الأعمال وإدارة الأعمال التنفيذية، تضم طلاب من حوالي 95 دولة. Jordan Engineering Association are honored to have Mrs. Katarina from IE Business School to participate and share her knowledge with us today. And before I hand over to Mrs. Catalina, I want to say once more on behalf of Jordan Engineering Association, welcome. It's a pleasure to have you here with us today. Good morning. My name is Catalina Tejero, and I'm Associate Director for International Development for the Middle East at IE. On behalf of IE and IE University, I want to thank the conference for inviting us and for counting on us for this project. It is really an honor to share stage here with Her Royal Highness Princess Sumaya bint Al Hassan. We want to say also special thanks to Mr. Mohammed Asfour, someone soon to graduate from IE, and without his support, this probably would not have been possible. I want to highlight the common grounds and shared values between IE and the Women Engineers Conference on Entrepreneurship. Definitely something I want to mention is our passion for entrepreneurship and for sustainability, as well as our strong bet on women. 40% of our faculty is composed by women, and something I also want to share with all of you is our passion for Jordan. We absolutely love Jordan, you know, as a school, but also as a country. I'm sure all of you know the tight bonds that exist between our two countries, also between our royal families. They are good, you know, they're tied by a very nice friendship. In addition to this, I would like to speak more about this entrepreneurship spirit at IE. If there is a school fully committed to fostering the entrepreneurial spirit, it is IE. The school itself was founded by entrepreneurs, and the entrepreneurial spirit forms an integral part of IE's day-to-day fabric, from the teaching methods we use in our classrooms and the manner in which we develop new programs for the next generation of students, to how we engage with the external community of investors, government agencies, and startups. Our mission is to promote the development and consolidation of business startups proposed and launched by IE students and alumni, both in Spain and worldwide, and to foster an ecosystem aimed at facilitating the funding of past, present, and future business projects as an engine for growth and social welfare. We know that the best way to manage change is to lead it, which is why our practical vision of training entrepreneurial skills is based on teamwork and aim at giving our students a broader perspective to make it easier for them to be proactive and willing to assume risks while staying in touch with reality. As a direct result of the emphasis we place in an entrepreneurial spirit, more than 10% of our students set up a business immediately after they graduate from IE. Internationally recognized in the academic arena as a leader in innovation, IE's success is unquestionably rooted in its entrepreneurial vision. For those of you who are not as familiar with our school, IE happens to be in Madrid, as I said, in Spain, and right now we're ranked within the top 10 business schools in the world, having consistently ranked as well for our online programs. We've made a strong bet on innovation. And well, Mr. Mohammed Asfour actually is one of the first our students that can speak on, you know, and as a first voice of this methodology we use. Once again, I want to thank you all for inviting us. It is really an honor and a pleasure to be here, and I hope you really enjoy the workshop we'll be hosting a bit later today. We hope to see you all very soon in Madrid, hopefully, next time. And thank you again, you know, from the bottom of our hearts. Thank you. Thank you. Thank you. Yes.
سمو الأميرة، سعادة النقيب، أيها الحفل الكريم، يلتئم هذا الجمع الطيب والوطن العربي جريحاً يئن ألماً وحسرة على ما هدم فيه من عز وحضارة، من عمارة بناها أجدادنا على الطراز الإسلامي بإبداع منقطع النظير أبهر القاصي والداني. وشهدت العديد من البلدان العربية ثورات وحراكاً على أشكال مختلفة وعنفاً ونزاعات مسلحة، مما يعيق مسيرة التنمية الشاملة ويزيد من حدة الفقر والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية. وآل الوطن والمواطن إلى ما آل إليه، وكلنا حسرة عليه، وأراني أروي ضمئي بأبيات جميلة. وغزتاه أيا حبيبة عاشق قد ذاب في بحر الهوى وجداني، بعد أليم عن حماة حبيبتي والشوق للشهباء قد أضناني. أرض العراق تصيح من نيرانهم وعروبتي ومساجدي وآذاني، أماه لا تبكي ولا تتألمي فبكاؤك قدساه قد أدماني. ولكننا في هذا البلد المرابط سوف لا نبكي، بل نزيد إصراراً واقتداراً بالمشاركة في هذا الجهد الهام، نابعاً من إيمان راسخ بأن بناء قدرات البشر والمجتمعات في وجه الأزمات يمثل دعامة أساسية من دعائم التنمية البشرية المستدامة وتمكين المجتمعات على التعامل معها والتعافي منها. وكانت نقابتنا من بين أوائل النقابات التي استثمرت استثماراً بارزاً وقوياً في الإنسان، إيماناً منها بالالتزام وفتح طريق سريع يحفل بالفرص ويعد اقتصاداً جديد يعتمد على المعرفة. وهذا المؤتمر يشكل منصة أساسية لنا جميعاً لنتحدث عن كيف يمكننا أن نوفي تلك المسؤولية كمهندسين. أيها الزملاء والزميلات، لنرفع القبعات إجلالاً وإكباراً لنقابتنا الراقية التي أصبحت مثالاً يحتذى به في الوطن العربي الحبيب. فليتفضل سعادة النقيب المعمار ماجد الطباع ليضع لنا اللبنات لكي نسير عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن حفظها الله، سعادة السيد سامي سميرات الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي شركة أورانج الأردن المحترم، الزميلات رئيسة وأعضاء لجنة المهندسات في نقابة المهندسين الأردنيين، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة، الزميلات والزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية باسمي وباسم زملائي أعضاء مجلس نقابة المهندسين أرحب بصاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن حفظها الله، وأرحب بكم جميعاً وأشكر باسمكم سموها على رعايتها الكريمة لهذا المؤتمر الإبداعي الجديد الذي تقيمه نقابة المهندسين الأردنيين من خلال لجنة متميزة دأبت على تقديم نشاطات متميزة. واسمحوا لي أيضاً أن أشكر لكم حضوركم ومشاركتكم في هذه الورشة، ونحن إذ نلتقي اليوم لنستكمل ونعزز مسيرة المرأة الأردنية المشرقة، الأم والزوجة والابنة والأخت، في المساهمة في الحياة الاقتصادية وريادة الأعمال. وما اجتماعنا اليوم إلا ترجمة عملية لهذا النهج من خلال مأسسة الشراكة ما بين كافة الجهات الفاعلة في ريادة الأعمال وشؤون المرأة في الهندسة وريادتها، وكي نتمكن من تحديد أولويات التنمية الاقتصادية المحلية التي تسهم في خلق فرص العمل والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة. صاحبة السمو الحضور الكريم، إن نقابة المهندسين الأردنيين كبرى النقابات المهنية، تتمتع بحمد الله بشراكات واسعة
محلياً ودولياً مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي المدني والمنظمات العلمية والهيئات الإنسانية لما تملكه النقابة من رؤية مستقبلية واستشرافية للواقع الأردني الأفضل الذي نطمح إليه جميعاً، وكذلك الواقع الهندسي العلمي والمهني الأرقى والأكثر تطوراً لقطاع الهندسة في الأردن والمهندس الأردني. وقد وضعت النقابة نصب عينيها ضرورة التعاون بين الجهات الداعمة لريادة الأعمال في الأردن بهدف تكثيف هذه الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات لما فيه مصلحة هذا الوطن العزيز، ولما يتمتع به المهندسون الأردنيون عموماً من سمعة علمية ونقابية محلية ودولية، وما تتمتع به المهندسة الأردنية على وجه الخصوص من سمعة مشرقة وإبداع وقدرات منافسة. ولكون المهندسات اليوم يشكلن أكثر من 25% من المنتسبين لنقابة المهندسين، فقد أولت النقابة قطاع المهندسات عناية خاصة من خلال فتح المجال لهذا القطاع الهام في العمل النقابي والتطوعي والعلمي المحلي والعربي ورعاية المبادرات الإبداعية وكذلك تبوؤ المواقع القيادية في النقابة. صاحبة السمو الحضور الكريم، الزميلات والزملاء، إن مفهوم ريادة الأعمال اليوم تطور واتسع، فبعد أن كان رائد الأعمال هو الشخص الذي لديه الإرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة إلى ابتكار ناجح، أصبحت الريادة تتعلق بالمجموعات التي تحسن إدارة الموارد بكفاءة وأهلية متميزة لتقديم شيء جديد أو ابتكار اقتصادي جديد. وإن ريادة الأعمال بهذا المفهوم تعتبر من الاستراتيجيات الهامة جداً لتحقيق التطور والنمو الاقتصادي في المجتمع والوطن، وإن تعزيز منظومة ريادة الأعمال والنهوض بمستوى مشاركات رياديات الأعمال يعد اليوم توجهاً مهماً يجب أن تتخذه الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع المدني لما له من أثر إيجابي في تمكين المرأة عموماً والمهندسات على وجه الخصوص من القيام بدورهن في بناء الوطن من خلال تعزيز ثقافة الإبداع وتأسيس الأعمال لديهن. وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب والمرأة تحديداً، حيث تشير الإحصائيات إلى تخرج أكثر من 60,000 جامعي سنوياً، بالإضافة إلى من يدخلون سوق العمل دون إنهاء دراستهم الجامعية، فإن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى التوجه لريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخلق توظيفاً ذاتياً لصاحب المشروع وتخلق فرص عمل لآخرين في بداية التشغيل وفي مرحلة نمو المشروع. وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة تحمل المسؤولية ومن كافة الأطراف لدعم ريادة الأعمال، فالحكومة يجب أن تعمل كمظلة لتنسيق الجهود في هذا المجال تجنباً لإزدواجية الجهود، كما يجب أيضاً إزالة التشوه الحاصل في قطاع التمويل واختلاف المتطلبات اللازمة للتمويل وتمويل آليات تمويل تناسب جميع احتياجات المستفيدين من هذا التمويل. أما القطاع الخاص فيجب عليه أن يدعم ريادة الأعمال ويأخذ بيد الرياديين من حيث التدريب والمتابعة ويوجههم بشكل أكبر نحو المشاريع الأكثر فرصة في النجاح والمبنية على سلسلة القيمة ويعطيهم الأولوية في تسويق منتجاتهم. أما نقطة الأساس فتبدأ في النظام التعليمي الجامعي وحتى ما قبل الجامعي من حيث نشر فكر ريادة الأعمال في سن مبكرة، وكذلك تعزيز روح المخاطرة لإنشاء المشاريع، وفوق كل ذلك تشجيع الأبحاث ومشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه ذات البعد الواقعي والتي لها فرصة للتحول لفكرة مشروع اقتصادي ناشئ فيما بعد. سمو الأميرة، الحضور الكريم، الزملات والزملاء، نعلم جميعاً
كم لسموك من أثر كبير وبصمات واضحة في مجال ريادة الأعمال، وما لكم من إسهامات ثرية على مستوى الوطن والإقليم والعالم. فأكرر شكري لكم لرعايتكم لهذا الملتقى العلمي، كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة الريادية المبدعة في النقابة، والتي تعد مثالاً طيباً على الريادة في العمل النقابي، لجنة المهندسات الأردنيات. والشكر أيضاً موصول لكل من ساهم وشارك في الإعداد لهذا الملتقى وداعمي هذا النشاط، وفي مقدمتهم البنك الإسلامي الأردني وشركة أورانج وشركة المرسال لإدارة المشاريع وشركائنا العلميين من إسبانيا وفرنسا وهولندا. والشكر لكم لمشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأردن قلعة الصمود، بلد العقول النيرة والمعطاءة، وما لنشر الوعي بمفهوم الريادة من أهمية، ولعلاقتها الوطيدة بالاقتصاد الوطني ودورها المؤثر كونها أحد محركات النمو الاقتصادي في البلدان وتوفير فرص العمل ونقل المجتمع من مجتمع معرفي إلى إبداعي، ولإيجاد البيئة المختصرة والمناسبة، ولإيجاد برامج دعم وصناديق عديدة، ولكون الوطن يمتلك المقومات الأساسية التي تؤهله لذلك كارتفاع مستوى التعليم والثقافة والعمالة الكفؤة والمدربة، تبنت شركة أورنج رعاية هذا المؤتمر في الأردن. ندعوكم لقول كلمتكم مع السيد سامي سميرات. طويل كثير. نعم صحيح. صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية المعظمة بنت الحسن المعظمة، الحضور الكرام، سعادة النقيب، أعضاء مجلس النقابة، الإخوان، dear esteemed guests who are coming from overseas، صبحكم الله بالخير. نلتقي اليوم لمناقشة وسائل خلق مستقبل أكثر إشراقاً من خلال دعم الرياديين في مجال الهندسة، وبحث الموضوعات الهامة في هذا المجال التي جميعنا سنستفيد منها إن شاء الله. وفي ضوء الشراكة الطويلة التي تجمعنا من خلال في شركة أورنج الأردن مع نقابة المهندسين الأردنيين، التي أعتز بأن أكون واحد من هذه المنتسبين لهذه النقابة العتيدة، تعد نقابة المهندسين واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لنا في شركة أورنج. فطبعا كتحصيل حاصل يسرنا في أورنج الأردن أن نواصل دعمنا للنقابة عبر هذا المؤتمر، وخصوصاً هذا المؤتمر يأتي لدعم الرياديات الأردنيات المهندسات. الريادة دائماً كنا عم نحكي فيها وعم نحكي إنه بدنا ندعم الرياديين، الرياديين، ما عمرنا حكينا بموضوع الرياديات. نحن نولي أهمية في شركة أورنج إلى جندر إيكواليتي أو التساوي، وخصوصاً تساوي الفرص بين الجنسين. إن الدعم الذي تقدمه شركة أورنج لا يقتصر على منتجات وخدمات الاتصالات المتفوقة، بل يمتد أكثر لما هو دعم فني وتقني، حيث أننا وإدراكاً منا للأهمية القصوى للمشاركة الفاعلة في تحقيق التقدم الشامل وأحداث التغيرات الإيجابية ضمن مجتمعنا المحلي الذي نعمل فيه، فإننا نمتلك الرغبة بل الحاجة والعزم لتقديم الدعم للرياديات عن طريق دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. إن هذه الرغبة والعزيمة تشكل واحدة من ركائز برنامج مسؤوليتنا الاجتماعية
التي تدفعنا للتواصل مع أفراد المجتمع وملامسة احتياجاتهم وتلبيتها من أجل إحداث التغيرات والفوارق الإيجابية. ونحن سعداء للغاية لتقديم خلاصة خبراتنا الممتدة على سنوات طويلة ومهاراتنا في مجال الأعمال التجارية من أجل تحفيز وتعزيز كفاءة أصحاب المشاريع والرياديات التي يسعون لاختراق سوق الأعمال، حيث أن هذا الأمر يشكل محوراً هاماً بالنسبة لنا. نحن نجدد التزامنا اليوم باستراتيجيتنا الخمسية اللي هي Essentials 2020، ضروريات العام 2020 التي قمنا بإطلاقها في العام الماضي، والتي تقوم على خمسة محاور أساسية تشكل محركنا نحو مواصلة جهودنا لدعم ريادة الأعمال في المملكة، وهو الأمر الذي سوف يتيح تحقيق أهدافنا وبلوغ النجاح بالشكل الذي نخطط له، والذي نعتبر مساندة قطاع الأعمال والشركات وتمكيننا من تنمية أعمالها وتنويع عملياتها بالاستفادة من خدماتنا وبرامجنا، سواء في مجال الاتصالات أو تلك المتخصصة في تسريع نمو الشركات والمشاريع الريادية جزءاً كبيراً منه. فإنه يشرفني ويسعدني أن أكون بين عدد من ألبع المبدعين وأصحاب العقول الابتكارية في الأردن، وأخص بالذكر رياديات الأعمال المهندسات، فأنتم تعتبرن عنصراً هاماً لتحقيق الازدهار على مستوى الأردن، ونحن متأكدون بأن بهمتكم العالية وأفكاركم الخلاقة والمبتكرة وبتفانيكم من أجل التفوق سوف يكون النجاح بين أيديكم، والمستقبل سيقدو أفضل. ونأمل بأن يكون هذا المؤتمر على قدر التطلعات، ونكرر شكرنا لنقابة المهندسين الأردنيين على إعطائنا هذه الفرصة لدعم مؤتمر للرياديات الأردنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الأميرة، ليس من اليسير أن ينشئ المرء عبارات وجمل ليلم بأفضالكم أو يفي أقل حقكم، وحسبي قول المتنبي يغني الكلام ولا يحبط بوصفكم، أيحبط ما يفي بما لا ينفذ؟ إذ أن ظاهر العنوان بمقدار ما هو جلي في وضوحه، فإنه أعمق في جوهره، شائك ومتعرج، بل أجيز لنفسي القول أنه دروب من القتاد والحصباء والرمضاء. لقد خشيت أن تصيبنا منه لسعات من جمرها، لكن ما طمأنني هو حسن اصطفائه لكوكبة الخبراء والأعلام، الذين لهم لكل منهم في جانب من جوانب كل مشروع ما بين يدي المؤتمر باع مديد وإسهام مشهود، وربما هو المأمول استراتيجية متناسقة العناصر في مركب لا مزيجاً متنافر. فهذه القضية، مشاريع الريادة، هي أم الزوابع والأعاصير التي تهب علينا من كل حدب وصوب، بعضها عات شديد وأخرى كالزمهرير، ونحن من هذا كله نكاد نكون في سنة النائم أو غفلة المستكين، في نهار كالليل لولا ومضات صبح وإشراقات ضوء لا شرقية ولا غربية أفلحت في كسر حواجز العتمة. إليكم سيدتي ترنو الأبصار، ومعكم تتناغم القلوب، وعليكم تعلق الآمال كلما دنت. فلتتفضلي وأنت رئيسة مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والتي ترجمت رؤيتك بإنشاء برنامج ماجستير في تخصص ريادة الأعمال في الجامعة، وبرفقة الحفل الكريم لمشاهدة فيلم تعريفي عن لجنة المهندسات الأردنيات. لجنة المهندسات الأردنيات لجنة فاعلة لجان نقابة
ثقافيه ومهنيه وتنميه قدراتها الاعلاميه والشخصيه والاجتماعيه وتنظيم النشاطات الهادفه للمهندسين والاسر. نتشرف في هذه الدوره بقياده لجنه المهندسات الاردنيه مع فريق عمل متميز. درسنا واقع المهندسه، رايناها تخط مستقبل الوطن وتساهم في التنميه، ثم وضعنا خطتنا الاستراتيجيه لتلبي طموحاتها وامالها. احد الاهداف الرئيسيه للجنه هي دعم المهندسه الاردنيه وتقديم النماذج المتميزه على مستوى الوطن، ومن هنا انطلقت فكره سلسله الاضاءه اللي سلطنا فيها الضوء على الجوانب الابداعيه للمهندسه الاردنيه. اضاءتنا الاولى كانت ادبيه بالاشتراك مع الدكتور ايمن يعقوب ومجموعه من المهندسات الرائعات والمتميزات. الحضور الرائع اثر امسيه. نقابتنا تهتم بالمهندس في كل مكان، ونحن كلجنه المهندسات اهتممنا بالتواصل بالمهندسات العاملات في مواقع عمليه. كان اول لقاء لنا في الجامعه الاردنيه، وهدف اللقاء تعريف المهندسه بما تقدمه النقابه من خدمات وتسهيلات، وواجب النقابه وحقوق المهندسه فيها، ومنها التامين الصحي، صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، التاهيل والاعتماد المهني. قامت لجنة المهندسات الأردنيات في بداية عام 2016 ورشة عمل تدريبية مع المدرب الأستاذ مراد حبايبة بعنوان أهدافي طريقي نحو تنمية أعمالي، وكانت تهدف هذه الورشة إلى تعريف المهندسات بالسبل الأساسية لوضع أهدافهم وتحويل أحلامهم إلى أهداف واقعية قابلة للقياس والتطبيق في حياتهم العلمية والعملية. وأخيراً، اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل، وأن يحفظ الله الأردن ويرفع الغمة عن الوطن العربي الجريح، وقلوبنا تملأها أحلاماً بأن يعود العراق شامخاً، وتعود سوريا باسمة، وتعود مصر آمنة، وتعود ليبيا زاهرة، ويعود اليمن موحداً، ونصلي في الأقصى معاً. فليتفضل سعادة النقيب لتقديم درع لسمو الأميرة لاهتمامها ورعايتها لهذا المؤتمر. فلتتفضل سمو الأميرة لتكريم الداعمين، الداعمين الرئيسيين، البنك الإسلامي الأردني.
للداعمين العلميين. الآي إي. المهندسة كارن كاميرا من وزارة الخارجية الهولندية. شركة سي ام سي اس. شركة المنطق الهندسي. صعب خلص توكل على الله. أنا ما بدي. فتو إحنا كتار اللي أمينا بشرف.